الفيفا عندما تصدر قانون وتشريع الفيفا مجبرة أنها تتبعه. حق المشاهد كحق هو حق يشاهد هذه البطولات وليس ترفيه، هذا حق أساسي. ارتياحي للسكن في تونس كان لا تحد حدود، عشان تكون واضح، أولادي كلهم درسوا في تونس، تعلموا من تونس، كلهم يتكلموا تونسي يعني كامل. تلتين عمري في تونس يعني، والتلت الآخر في السودان. أنا عبد الرحيم سليمان، مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية، ينتظروني في قهوة عربي.